حالة موجودة في الدوري الممتاز مع نادي أسوان منذ أن تولى كابتن أيمن الرمادي مسؤولية هذا الفريق. خسر 3 مباريات وكسب 5 مباريات وتعادل مباراة وعنده من النقاط 16 وعامل شكل ومعنى لهذا الفريق. لكنه أنا بقالي أسبوع بقول إن الكابتن أيمن عنده بعض المشاكل أو أكثر من أسبوع مع نادي أسوان، ثم النهاردة لقينا الكابتن أيمن مش موجود في التمرين ولقينا كلام الكابتن أيمن مشي، الكابتن أيمن قاعد، ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيحصل؟ خلينا نمسي على الكابتن ايمن الرمادي. مساء الفل عليك كابتن ايمن. مساء النور يا كابتن احمد، كل سنه وحضرتك وكل الساده المشاهدين بالف صحه وسعاده يا رب. ربنا يخليك يا رب. كابتن ايمن خلينا ناخدها واحده واحده، كيف توليت مسؤوليه تدريب اسوان؟ الحقيقه كابتن احمد يمكن انا كنت حضرتك تقريبا الوحيد اللي كنت بتعرف الناس دي هنا من خلال البرامج. انا طلعت مع حضرتك يمكن اكثر من 6 7 مرات. نعم لنا الشرف. والله كان ليا الشرف. لينا الشرف والله. ولو تفتكر حضرتك زمان انا كنت يعني عايز اكمل في الامارات، لكن بعد كورونا ويمكن انا كلمت حضرتك كان عندي حنين كبير جدا ان انا ارجع. صحيح. وكنت عندي الحمد لله ثقه ان انا هقدر اعمل حاجه كويسه. طبعا كله بتوفيق رب العالمين. فالحقيقه يعني كان زمان في بعض العروض وكنت انا بعتذر يعني. نعم. جالي عرض اسوان وانا لعبت في اسوان. نعم. وانا الحقيقه بحب هذا الشعب الطيب كلنا حبا جما يعني. انا نعم. عارف طبعا انت حضرتك بتحب اسوان. انت قلت قبل كده ومين ما يحبش اسوان. ده صحيح. فيعني فعلا مين ما يحبش اسوان اهلها وشعبها الطيبين يعني. نعم. الحقيقه لما اتعرض عليا لم اتردد لحظه، رغم ان انا في التوقيت ده لو رجعنا للذاكره شويه تقريبا كل المدربين اللي عرض اسوان عليهم يعني. نعم كابتن عبد الحميد بسيوني وكابتن حمزه الجمل وغيرهم من المدربين وكابتن اسامه نبي قبلهم وكده وكابتن عماد النحاس وكابتن عماد النحاس. مظبوط صحيح. والحقيقه كانت كل النصايح ما كانتش تصب في مصلحه ان انا نعم. انا يعني خاطر بالتجربه دي، لكن انا عشان عارف ان شعب ان الناس في اسوان ناس يقدروا يعملوا مسانده جيده للفريق. نعم. فالحقيقه اشتغلت، ورغم ان انا حتى المساعدين اللي كانوا معايا كانوا بينصحوني ان فيها مخاطره كبيره، وبالعكس هي ما كانتش مخاطره ولا حاجه. وقبل ما اتكلم اسوان كاسم اكبر من ايمن الرمادي 10 مرات. نعم. يعني نعم وناس انا بكن ليهم كل تقدير واحترام. كويس. الحاجه بس البسيطه اللي انا عايز اعلنها لحضرتك وانا دايما بقولها، انا مش هعمل ابدا ابدا حتى لو اعتذرت من اسوان، خلاص السنه دي بالنسبه لي انتهت. نعم. ومش هشتغل في نادي تاني السنه دي. نعم. عشان بس ما حدش يزايد على هذا الموضوع. ماشي كويس. انا اول حاجه كابتن انا مسؤول عن فرقه، لازم احمي اللعيبه ولازم انا المسؤول عنهم فعلا، لان اللعيبه دي تستحق كل تقدير واحترام وتستحق على الاقل الحد نعم. الادنى اللي يمشينا خطوه. انا مش هتكلم عن اي حاجه خاصه بيا او بالجهاز الفني، لان نعم. انا ده لا يعنيني في شيء. انا بس هي الحكايه كلها ان انا طلبت، انا قعدت مع المجلس 4 مرات وطلبت منهم حاجات يعني بسيطه اللي هي الحد الادنى اللي تمشينا، اللي كان اسوان نفسه ماشي بيها طول عمره يعني. نعم. طبعا منها موضوع الاقامه والمعيشه والفندق. نعم. يعني احترام ادميه اللاعب يعني. نعم. وان هو ينام في مكان كويس وبعدين يكون عنده التغذيه كويسه، حاجات بسيطه جدا. نعم. جدا حتى الفرق اللي هي الدرجه الثانيه او الثالثه مع احترامي ليها جميعا بتعملها يعني. مش طالب حاجه كبيره، مش طالب. نعم. حاجه فظيعه، ولا طالب حاجه اكبر من حدود اي نادي يعني. نعم. هي المشكله الرئيسيه جت مني. المشكلة الرئيسية كابتن ان انا عندي يعني اعتقد عندي رؤية فنية مستقبلية شوية. نعم ده صحيح. انا بلعب بلعيبة يا كابتن، انا عايز اقول لك اقل حاجة ان انا افضل واقف تحية ليهم، لان الناس دي بتحزم حقائبها وتمشي من اسوان للقاهرة او من القاهرة لاسوان كل تقريبا 3 ايام. نعم. واول مرة ينتظم جدول مسابقة في مصر جاء على حظنا في اسوان بدوري. نعم. مضغوط. نعم. فأنا في الحالة اللي زي دي عندي حالة إعياء شديد. أنا لو حضرتك لو تعلم أنا مباراة البنك الأهلي لعبت فقط عشان أحافظ على اللعيبة من إن حد يصاب، لعبت بحوائط صد فقط. نعم. بدون أي مجازفات. وده لا يجوز في أغلب المباريات. نعم. أنا الحقيقة في 5/12 طلبت منهم يا جماعة أنا عايز في نهاية شهر 12 يكون عندي
من 4 لـ5 لعيبه، منهم 2 3 لعيبه بس بشرط. انا ما اعرفش اللعيبه هنا وانا ما بختارش لعيبه، انا بقول لكم على المراكز وانتوا تعرضوا عليا لعيبه وانا اختار منهم. كويس. لكن اللاعب اللي يجي يكون بيشارك مع نادي بيتدرب، لان انت حضرتك كابتن عارف ان انا في يناير مش عارف اجهز لاعب. نعم نعم. لازم يجي لي لاعب يكون بيتمرن بيشارك مع نادي حتى في جزئيات صغيره. اللاعب ده يا كابتن ما ينفعش يجي واقول له انا هديك مثلا فلوس بعد 2 3 شهر. نعم. اللاعب ده لازم يجي على الاقل ياخد اللي هو الجزء المقدم بتاعه. نعم. وقلت لهم اعملوا حاجه بسيطه، 1,000,000 و500,000، 2,000,000 تتحط كرصيد لدعم يناير. نعم. وعلى فكرة أنا ما عنديش أبدا أي مشكلة إن احنا نقعد نتناقش، لكن أنا ما بحبش سياسة أمر فرض الأمر الواقع. نعم. أنا اعتذرت 3 مرات يا كابتن أحمد. نعم. يمكن أنا هقول سر، أنا آسف إن أنا بقوله. تفضل. أنا كلمت حضرتك وحضرتك قلت لي لا واصبر. حصل. وكلمتك وأنت في الإمارات قلت لي لا اصبر. قلت لك يا كابتن بيبقى فرض سياسة الأمر الواقع دي غير جيدة. ان انت تسيبني واقول لك انا عايز 1 2 3 يعني. المهم في حاجات كتيره جدا جدا نحتاج لتصويب. انا طبعا بكلم بكل تقدير واحترام للمجلس، لكن المجلس انا دوري ان انا اشتغل في الملعب واقول لك رؤيتي واحافظ على لعبي. وانت دورك ان انت توفر الحد الادنى. انا النهارده لما اقول لك اعمل ميزانيه لان احنا نجيب 4 5 لعيبه منهم 2 3 يكونوا شاركوا حتى في اشواط في 3 4 مباريات عشان يقولي حتى هم 60% اقدر يقلوا معانا شويه، لان لازم الان، والان يعني الان زي ما بيقولوا يا كابتن. نعم. احمد. نعم. اريح في الحاج واريح جد واريح احمد خالد واريح علي فتحي واريح احمد فتحي، والا ببقى بقضي على حاجات كتيره مكتسبات كتيره، لان اللعيب وصل للنهايه. نعم. اللعيب خلاص. انا شفت في مباراه قبل مباراه البنك الاهلي، انا مباراه البنك الاهلي زمان مش لحد الصبح، اللعيبه جلدها بقى اصفر. لازم كمان الناس، يعني انا مش عايز اتكلم اخد في حاجات يعني ملهاش لازمه، لكن لازم الناس تتغذى كويس، لازم الناس تنام نومه كويسه. لازم الناس ترتاح، وده ابسط حقوق اللاعب ده اللي هو بكل امانه قدم السبت والحد والاثنين والثلاث، ومنتظر منا ان احنا ومجلس الاداره نقدم له بس الاربع والخميس. نعم. فلا يجوز يا كابتن ان انا النهارده، اولا انا ما طلعتش مع ولا وسيله اعلاميه وما بطلعش ولا ليا، لكن خلاص الموضوع لازم يتم حسمه. طيب كابتن ايمن، قول لي الاول، انت فعلا غبت عن تدريبه النهارده؟ صحيح. وانا على فكره مش غبت عن تدريبه النهارده بمجاز. لا، انا بلغتهم قبل مباراه البنك الاهلي، دي اخر مباراه ليا. نعم. انا بلغت الاستاذ ايهاب منصور عضو مجلس الاداره ان دي اخر مباراه ليا، والمستشار الشافعي امبارح كلمني في التليفون وقال لي اقعد معاك. قاعد انت الان مقيم في القاهره ولست في اسوان؟ لا، احنا النهارده التدريب كان في القاهره، ما كانش في اسوان. اوكي تمام. بس انت مقيم في القاهره؟ انا مقيم في القاهره. نعم. يعني عايز اقول يا كابتن احمد، انا كل الحاجات اللي ممكن تخصني وتخص الجهاز الفني انا قادر على علاجها، ومش هتكلم فيها ابدا ابدا. طيب. رغم ان فيها كميه تجاوزات غير طبيعيه. خلينا بس نقر ونعترف ان المجلس بيجاهد بكل ما اوتي من قوه وبيحاول، وده باعترافك. وانت قلت لي السيد المحافظ عمل لفته يعني محترمه خلال الايام اللي فاتت، وحاول يساعد بقدر الامكان، والراجل المحترم المستشار شافعي صالح ومعاه مجلس ادارته بيحاولوا بقدر الامكان. لكن السؤال يعني، ودي يا كابتن اعزاز من حضرتك، دي لا ينكرها الا جاحد، لكن تمام. في حاجات يا كابتن يعني مثلا انا طبعا ما اعرفش فيها وما افهمش فيها. انا اعلم ان في مثلا حاجه 70% من الدعايه او الحاجات دي معطله للنادي. احنا كنا لازم نستثمر يا كابتن احمد وانت سيدي العارفين، نستثمر فوزنا على المصري في المصري والزمالك، ونعرف نسوق حتى حاجه. انا ما افهمش في الامور دي. طيب. لكن على الاقل على الاقل احنا لازم نحط الحد الادنى. ماشي. حتى لو هيحصل ايه يعني. طيب السؤال الثاني، هل انت خلاص نهائيا تركت اسوان، ولا ما زلت تارك الباب مفتوح لحل بعض المشاكل البسيطه اللي حضرتك بتقولها، وعلى اتم الاستعداد انك تكون في التمرين بكره وفي المباراه بتاعت بعد بكره؟ شوف يا كابتن احمد. نعم. انا هقول لك حاجه، المفروض ان هي تتحسب ضدي، لكن انا هقولها واجري على الله. نعم. انا مستعد اركب دلوقتي الطياره وامشي على اسوان، لكن انا بقول لهم يا جماعه انتبهوا، اللعيبه دي هتسقط لو ما عرفناش نعمل لهم دعم. نعم. انا شايف يا كابتن الوضع،
وانا عارف انا عارف هو ماتشك اللعب. ماتشك اللي جاي في اسوان انا ما عنديش ماتش الماتش بعد بكره كابتن احمد، انا مش قاعد منتظر هنا نعم. واحد هيجي يوقع معايا عقد عشان امشي خلاص. ما انت قلت في البدايه انت في البدايه قلت ان انا السنه دي انتهى. مش هدرب في مصر بعد اسوان بالظبط كده، الموضوع محسوم خلاص على الاقل السنه دي يعني. على الاقل السنه دي طبعا، لما هنتكلم على السنه دي يعني يعني مش العمر كله، لكن انا عايز لا لا انت راجل مدرب محترم ومطلوب. لا الله يطول عمرك طبعا هقدر اقول حاجه انا بس كده. يا كابتن عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا في النهايه انا انسان عادي جدا ومدرب في زي عشرات المدربين المتميزين، لو انا بيقول عليه متميز يعني، ورغم ذلك انا بقول لهم انا بجتهد فقط، مش معايا طيب. اثر في انا مكالمتي دي يا كابتن ايمن عشان اكون امين جدا معاك يعني، انه عايزك تكون موجود بكره في الملعب وتكون موجود بعد بكره في المباراه، وانك بعد اذنك المباراه الجمعه يا كابتن يوم الجمعه ماشي حاضر. فانا اتمنى ان حضرتك اولا تكون موجود بكره في الملعب وبعد بكره في الملعب وتقود الفريق، وايا كانت النتيجه مكسب خساره ايا كان كل ده وارد في عالم كره القدم، وتقعد مع المجلس المحترم والسيد المحافظ يدعوكوا، لان دي اسوان، وزي ما اتفقنا من البدايه مين ما يحبش اسوان، فنحب ان حضرتك تكون موجود، وان انتوا عاملين حاله جيده، عندك 16 بونت، كسبان زمالك وكسبان فاركو وكسبان مصري. كابتن احمد انت عارف، كابتن احمد انت عارف احنا لعبنا مين؟ نعم احنا لعبنا بيراميدز، احنا سموحه كسبان سموحه وكسبان فاركو وكسبان مصري وكسبان زمالك، متعادل مع بنك اهلي في ماتش كمان كسبانه مش متذكره، لكنه امبي نعم يعني انا قصدي، فتوعدني بس الاول على الهواء انه بكره ان شاء الله حضرتك هتكون في اسوان بتقود التدريب بكره بعد بكره وتقود المباراه، ويحصل يوم الجمعه اجتماع حضرتك مع المجلس مع السيد المحافظ ان شاء الله اذا ظروفه سمحت في محاوله لحل هذه الازمه اذا كان من الممكن. نعم. اوعدك مش عشان اولا رقم واحد لاجل خاطر كل طفل في اسوان ده اول جميل حاجة. حلو قوي. ولاجل خاطر حضرتك، لان انا يعني انا في النهايه مش انسان متعنت ولا حاجه، انا عايز حلول فقط. نعم. مفيش داعي يا جماعه كابتن احمد، لو انا فقدت مصداقيته قدام اللاعبين هل اقدر اشتغل معاهم؟ لا لا ما ينفعش. طيب اذا طب قول لي يا كابتن ايمن انت محتاج واحد اثنين ثلاثه نقاط. رقم واحد ايوه رقم واحد اقامه كريمه في فندق يحترم ادميه اللاعب ماشي. لما نروح اسوان واحد اثنين اثنين يكون في فعلا انتظام وترتيبات لمواعيد التدريبات. نعم مش همرن مره الساعه 10 ومره الجسم الانسان في ساعه بيولوجيه كل تمام. الناس عارفاها تمام ومره 5 الصبح ماشي ومره 7 عشان الملعب ده فاضي النهارده دي تنظيميا ماشي. ده رقم اثنين. ثلاثه رقم ثلاثة والأهم دعم الفريق عشان أقدر أريح اللعيبة اللي هم ممتاز. بالنسبة لنا ده كنوز. طيب ممتاز. أنا ما قدمناش يا كابتن أحمد إلا 15 يوم والماركتنج والفترة طيب خلاص. سؤال، في كلام تردد إنك ممكن تستغنى عن كاموني وعن بالحاج، هل الكلام ده مظبوط ولا غير صحيح؟ كابتن أحمد أنا نعم. أنا أتعامل باحترافية شديدة. نعم. لو النهاردة النادي هيستغنى عن اي لاعب ويعوضه ونعمل تدوير نعم. انا مش هقف ابدا، بالعكس نعم. انا عندي خيالي الحمد لله اقدر نقدر نشتغل مع اي لاعب ونقدر نجهز اي لاعب. كموني اول مباراه يلعبها من 3 مباريات وكان بديل نعم. لحد ما جهز انا ما عنديش مشكله ابدا نعم. بس المهم ان انا ما بيعش مجرد البيع، انا عايز يبقى عندي مجموعه لعيبه اقدر اعمل بيهم تدوير. هل النهارده انا ممكن اتمسك لو مثلا كموني ده جاب رقم فظيع وهيمشي لي السنه نعم. اتمسك ليه نعم. ومستقبل اللاعب كويس. انا يهمني مصلحه النادي واللاعب. مرونه ممتازه من حضرتك رغم انها هتاثر. فرص اسوان في البقاء في الدوري الممتاز حضرتك شايفها عامله ازاي؟ اقول لك على حاجه يا كابتن احمد اتفضل. كمان عشان الامور كمان تحسم اكتر. ايوه انا لاجل خاطر شعب اسوان انا متنازل عن راتب الشهر ده لان هم يعملوا اي حاجه بس يرضوا بها اللعيبه. انا مش عايز ادبسك على الهوا، لكنه انا في موضوع الحقوق ده بحب موضوع الحقوق، مش هقول لك برافو واسقف لك، لكن لو ليك حق تاخده، دي وجهه نظر انا الشخصيه، يعني اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، ده وجهه نظر انا الشخصيه، لكن هي مبادره منك. لا ده انا مبادره يا كابتن. مبادره منك احييك عليها اشكرك عليها، لكنه ما وافقكش عليها. انا واضح جدا، انا يعني مجرد انك ترجع وتمرن ده شيء جميل جدا، لكن انك تتنازل عن اجرك لا. انا اللي بيشتغل ياخد فلوس، ده وجهة نظر انا على فكرة، لكنه ده حاجة كريمة منك
وانت مع مجلس إدارة أسوان تتولوها. السؤال بقى المهم اكلمك بس فنيا شوية، واجهت مباريات صعبة منها المصري ومنها الزمالك، زمالك بطل الدوري سنتين متتاليتين، فريق مقد بيقدم عروض رائعة، هي مش الحدوتة انك كسبت الزمالك 2-1، لا ده انت تقريبا شبه وان سايد جيم، مضيع 5-6 اهداف، ما لجأتش للدفاع زي عادة الفرق المصرية لما بتسجل هدف في فرقة كبيرة، اشتغلت ازاي؟ وحشني يا كابتن الكلام الفني. حبيبي يا ايمن. تعبت يا كابتن من اسبوع عمال ما بنامش. الكلام بمشياك. نعم معلش. بس يا كابتن احنا نعم. بفضل الله احنا لعبنا فيوتشر وبيراميدز، مفيش فرقه تفوقت علينا بالطول والعرض بفضل نعم. الله وحده. نعم. وبفضل هذه اللعيبه، وانا والله ما ببالغ، دوري لا يتعدى البسيط جدا، وده ادوار اللاعبين عملوها باتقان. انا عن نفسي برجع اتفرج على فريق اسوان بستمتع بيهم كويس، شوف انا مدربهم. ده رقم واحد، ما لعبناش مباراه من اجل ان احنا نعمل تكتلات الا مباراه البنك الاهلي، لان انا عارف حدودي. نعم. وعارف ان لعيبتي وصلوا للنهايه امام حوائط فقط. نعم. في كل المباريات الحمد لله الاجزاء اللي احنا خدناها اكتر من الاجزاء اللي خدها ده صحيح. ما لعبتش مباراه وقلت لعيبتي انتبهوا، بالعكس انا يمكن لا اخفي سرا، انا قلت لعيبتي في المحاضره لما تمتلك الكوره اعتبر نفسك بتلاعب فانيلا بيضة بكل احترامنا ليها عاديه، ما تحطش في دماغ الزمالك، لكن لما تفقد الكوره تذكر ان انت بتلاعب بطل الدوري. نعم. ففي كل الحالات لعبنا الحمد لله، فرقتنا اظهرت شجاعه متميزه وانا فخور بيهم. نعم. لكن خوفي من عدم الاستمرارية بسبب قلة الدعم. احترم الجميع لكن بقول لكل واحد قوم بدورك، حتى لو دورك ده في نيجي بقى للناحية بقى الفنية، احنا لعبنا كل المباريات اللي تعتبر الثقيلة. نعم. لعبنا بيراميدز، فيوتشر، سيراميكا، البنك، الزمالك، يعني فاركو، المصري، سموحه. لو انا زي ما الناس بتقول ما عندوش ثقه، لو ما عنديش ثقه في نفسي هدافع قدام الزمالك. نعم. انا عندي ثقه في الله وفي الفريق لا حدود له. نعم. لكن رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. نعم. احنا مش قادرين نقاوم بدون روتيشن وتدوير. صحيح. انت عايز كام؟ محتاج كام لعيب؟ 5 يا كابتن؟ محتاج 5، منهم 3 يكونوا مشاركين والاثنين نقدر نجهزهم مع الايام. نعم. لكن مشاركين ما ينفعش يا كابتن احمد النهارده نجيب واحد اصل هو مسجل في الفريق الفلاني بس بقى له سنه ما بيتمرنش مع الفريق. صعب دلوقتي في فتره الاعداد، قد يكون هذا. نعم. بتمنى لك كل توفيق كابتن ايمن الرمادي، وان شاء الله باذن الله وعدتني انك بكره هتكون في التمرين. اقوم احضر الشنطه بسرعه يا كابتن. 100 100 يا كابتن ايمن، بشكرك شكرا جزيلا، بشكر اهل اسوان، وان شاء الله باذن الله تستمر مسيرتكم الناجحه. كابتن ايمن الرمادي المدير الفني لنادي اسوان، بشكرك شكرا جزيلا.